أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في خدمة دروس. درسنا لهذا اليوم للصف الأول الثانوي نظام الفصلي مادة الكيمياء، الفصل الدراسي الأول. موضوع الدرس حل أسئلة الفصل الثاني المقرر، وسيقدمه محدثكم الأستاذ عرضوان. لنبدأ يا إخوان على بركة من الله. نريد أن نجيب على هذه الأسئلة التالية. أولا، نريد أن نصنف كل من الخواص التالية إلى خواص فيزيائية وخواص كيميائية. أولا، الخواص الفيزيائية هي الخواص التي يمكن ملاحظتها أو قياسها دون أن يحدث تغير في تركيب العينة أو تركيب المادة. أما الخواص الكيميائية فهي مقدرة مادة ما على الاتحاد مع غيرها أو التحول إلى مادة أخرى. إذن لنبدأ. أولا، الحديد والأكسجين يكونان الصدى، هل العبارة التالية تمثل خاصية فيزيائية أم خاصية كيميائية؟ طب يا إخوان، أولا يمثلان، العبارة الأولى تمثل خاصية كيميائية، العبارة التالية يحترق المغنيسيوم ويتوهج عند اشتعاله، هل هذه خاصية فيزيائية أم خاصية كيميائية؟ طب هي خاصية كيميائية. ثالثا، الزيت والماء لا يمتزجان، هل هذه العبارة تمثل خاصية فيزيائية أم خاصية كيميائية؟ طب تمثل خاصية فيزيائية. السؤال التالي، نريد أن نصنف الأمثلة التالية إلى التغيرات الفيزيائية والتغيرات الكيميائية. التغيرات الفيزيائية والتغير الفيزيائي هو تغير يؤثر في الخواص الفيزيائي للمادة دون أن يحدث تغير في تركيب المادة الأساسي. أما التغيرات الكيميائية فهي العملية التي تتضمن تغير مادة أو أكثر إلى مواد جديدة، أي في المواد التغيرات الكيميائية تنتج عنها مواد جديدة، لكن في التغيرات الفيزيائية تغير في الشكل الخارجي فقط. إذا ألف، سحق علبة الألمنيوم، هل يعتبر هذا التغير فيزيائي أم تغير كيميائي؟ طب يا إخوان، يعتبر تغير فيزيائي. لماذا؟ لأن تركيب المادة الأساسية يظل ثابتا ولا يتغير، ولكن التغير هنا في الشكل الخارجي فقط. ب، تدوير علبة الألمنيوم المستعملة لإنتاج علبة جديدة، هل يعتبر تغير فيزيائي أم تغير كيميائي؟ طب يا إخوان، أيضا هو تغير فيزيائي لأن تركيب الألمنيوم ظل ثابتا ولم يتغير. الفقرة الأخيرة، اتحاد الألمنيوم مع الأكسجين لإنتاج مركب يسمى أكسيد الألمنيوم، هنا يسمى يا إخوان التغير الذي حدث في الفقرة دي هو التغير الكيميائي. لماذا كيميائي؟ لأنه نتج عندنا لدينا هنا مادة جديدة مختلفة كليا عن المواد السابقة، مختلفا في خواصها عن الأكسجين ومختلفا عن الألمنيوم. المادة الجديدة هي أكسيد الألمنيوم. إذن التغير الحاصل في الفقرة الأخيرة هو تغير كيميائي. السؤال التالي، اذكر ثلاثة أمثلة على مواد كيميائية نقية وبين لماذا هي نقية. في الفصل السابق أخذنا يا إخوان تعريف المادة الكيميائية، وقلنا هي مواد لها تركيب محدد وثابت. اليوم بإذن الله تعالى نوضح تعريف المواد الكيميائية النقية. المواد الكيميائية النقية هي المواد التي لها تركيب محدد وثابت وتكون أيضا خالية من الشوائب أو نقية من الشوائب. واضح؟ إذا أمثلة المواد نقية من الشوائب، مواد كيميائية لها تركيب محدد وثابت وتكون أيضا نقية من الشوائب. إذا لدينا هنا ملح الطعام أو الماء المقطر أو السكر. إذا نستطيع أن نطلق على هذه المواد الثلاث مواد كيميائية نقية. لماذا نقية؟ لأن لها تركيب مميز وثابت وتكون أيضا خالية من الشوائب، وتكون أيضا خالية من الشوائب. السؤال التالي، اذكر أربع مؤشرات على حدوث التفاعل الكيميائي، أي أربع دلائل من خلالها نستدل على حدوث التفاعلات الكيميائية، نستدل من خلالها على حدوث التفاعلات الكيميائية. أولا، إنتاج حرارة أو امتصاص حرارة. ثانيا، تكون راسب أو تكون مادة جديدة. ثالثا، تصاعد غاز أو أبخرة. رابعا، تغير اللون أو الرائحة. إذا من خلال هذه الأشياء، هذه الدلائل نستدل على حدوث التفاعلات الكيميائية. السؤال التالي،
أي الخواص التالية مميزة للمادة وأيها تعتبر خواص غير مميزة؟ أولا درجة الانصهار، درجة الانصهار هل تعتبر هي خاصية مميزة أم خاصية غير مميزة؟ درجة الانصهار تعتبر خاصية مميزة، خاصية مميزة هي الخواص المميزة هي التي لا تعتمد على كمية المادة الموجودة، خواص مميزة لا تعتمد على كمية المادة الموجودة. أما الخواص الغير مميزة فهي التي تعتمد على كمية المادة الموجودة. إذن الكتلة تعتبر خاصية غير مميزة لأنها تعتمد على الكمية. الكثافة تعتبر خاصية مميزة، والطول تعتبر خاصية غير مميزة. إذن الخواص التي تعتمد على كمية المادة الموجودة هي خواص غير مميزة، أما الخواص التي لا تعتمد على كمية المادة الموجودة تعتبر خواص مميزة. السؤال التالي، اذكر طريقة الفصل التي يمكن استعمالها لفصل المخاليط التالية. المخاليط التالي، إذن لدينا مجموعة من المخاليط، نريد أن نذكر طرق التي يمكن استخدامها لفصل هذه المخاليط. أولا مسحوق الحديد والرمل، لدينا مسحوق مخلوط عبارة عن حديد ورمل تم خلطهما معا، كيف يمكن فصل الحديد عن الرمل؟ بواسطة ماذا؟ بواسطة عملية فصل تسمى المغناطيس، بإحضار مغناطيس ينجذب الحديد أو برات الحديد تنجذب إلى المغناطيس ويتبقى لدينا الرمل. الفقرة التالية، الرمل والملح، عندما يكون لدينا مخلوط عبارة عن رمل وملح يتم مزجهما معا، فكيف يمكن فصل الرمل عن الملح؟ أولا يتم إحضار الماء ويتم إذابة هذا المخلوط في الماء، ماذا يحدث؟ سوف يذوب الملح في الماء ويتبقى لدينا مخلوط هو عبارة عن ماء مالح زائد الرمل، كيف يتم فصلهما؟ بعد إضافة الماء، إذا نقول بعد إضافة الماء، أولا بالترشيح، لماذا نستخدم هذه الطريقة من طرق الفصل؟ عندما نستخدم الترشيح نستطيع أن نفصل الماء المالح عن الرمل، هذه في الخطوة الأولى. بعد ذلك نحصل على ماذا؟ نحصل على ماء زائد ملح، وكيف يتم فصله في الخطوة الثانية؟ يتم فصله بواسطة عملية التقطير. إذن هذا المخلوط لفصله نستخدم خطوتان، الترشيح ثم التقطير بعد إضافة الماء بالطبع. الفقرة الثالثة، مكونات الحبر كيف يتم فصلها؟ يتم فصل هذا المخلوط عن طريق عملية تسمى الكروماتوغرافي أو الكروماتوغرافيا. الكروماتوغرافي يتم فصل مكونات الحبر عن بعضها البعض. أخيرا غاز الهيليوم والأكسجين كيف يتم فصلهما عن بعضهم البعض؟ عندما يكون لدينا غازان كيف يتم فصلهما عن بعضهم البعض؟ بالطبع إخوان بطريقة التقطير. بعملية التقطير لفصل المواد اعتمادا على الاختلاف في درجة غليان. إذن بواسطة التقطير نستطيع فصل غازين عديمة اللون الهيليوم والأكسجين أو سائلين أيضا عديمة اللون باعتماد على الاختلاف في درجة الغليان. السؤال التالي، ما صحة العبارة التالية؟ المخلوط مادة ناتجة عن اتحاد مادتين أو أكثر كيميائيا. المخلوط مادة ناتجة عن اتحاد مادتين أو أكثر كيميائيا، هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ بالطبع إخوان هي عبارة خاطئة، العبارة التي أمامنا عبارة خاطئة، إذن لا بد من تصحيحها. إذن تصحيحها يكون بهذا الشكل التالي،
العبارة خاطئة والعبارة الصحيحة لأن مزيج فيزيائي للمواد وليس اتحادا كيميائيا. المخلوط هو عبارة عن مزيج فيزيائي للمواد تمزج مادة مع مادة أخرى، وكل مادة محتفظة بخواصها. إذا مزيج فيزيائي وليس اتحادا كيميائيا، إذا المخلوط عبارة عن مادة ناتجة عن مزيج فيزيائي بين المواد وليس اتحادا كيميائيا. السؤال التالي، نريد أن نصحح العبارة التالية: هل العنصر مزيج من مركبين أو أكثر؟ هذه العبارة أمامنا عبارة غير صحيحة، نريد أن نصحح هذه العبارة. والعبارة الصحيحة هي كالتالي: المركب هو اتحاد عنصرين أو أكثر. مركب عبارة عن اتحاد عنصرين أو أكثر، هذه هي العبارة الصحيحة. السؤال الأخير، نريد أن نصحح أيضا العبارة التالية: عندما يذوب السكر كليا في الماء ينتج لدينا محلول غير متجانس، ينتج لدينا محلول غير متجانس. هذه العبارة غير صحيحة، نريد أن نصحح أيضا هذه العبارة. إذا العبارة الصحيحة: عندما يذوب السكر كليا في الماء ينتج لدينا محلول متجانس، ينتج لدينا محلول متجانس. السؤال التالي: ما النسبة المئوية بالكتلة للكربون في 44 جرام من مركب ثاني أكسيد الكربون CO2، علما بأن الكتلة الذرية للكربون 12 وللأكسجين 16؟ إذا الحل يكون بهذا الشكل التالي: أولا يا إخوان، لابد من كتابة قانون النسبة المئوية. إذا القانون مطلوب إيجاد النسبة المئوية لماذا؟ للكربون، لعنصر الكربون. إذن كتلة عنصر المراد حساب النسبة المئوية له وهو عنصر الكربون على كتلة ماذا؟ على كتلة المركب كامل ضرب 100. إذن هذا هو القانون الذي من خلاله نستطيع إيجاد النسبة المئوية، الذي من خلاله نستطيع أن نوجد النسبة المئوية. إذن بعد ذلك، بعد كتابة القانون، كتلة عنصر الكربون مقدارها يا إخوان معطى في السؤال مقداره 12 على كتلة مركب كامل مقدارها 44 معطى في السؤال، هنا قيمة معلومة معطى في السؤال ضرب 100. يكون لدينا المطلوب سبعة وعشرين فاصلة سبعة وعشرون بالمئة. إذن هذه النسبة المئوية لعنصر الكربون. بهذه الطريقة استطعنا أن نوجد النسبة المئوية لعنصر الكربون وهو المطلوب في السؤال. إذن من خلال القانون مباشر يا إخوان، تعويض مباشر، قانون النسبة المئوية: كتلة العنصر على كتلة مركب ضرب 100، عوضنا بعد ذلك بقيمة كتلة العنصر الذي هو عبارة عن معطى في السؤال، والكتلة الكلية للمركب أيضا معطى في السؤال ضرب 100 لنوجد الناتج أو لنوجد المطلوب. وصلنا إلى ختام درسنا.